من مجيد بوغرا. مجيد تواجد في المرة الأولى وتواجد في المرة الثانية، والهدف الذي كان بحاجة إليه المنتخب الوطني الجزائري من أجل المرور إلى المونديال وكرة ضائعة من سفيان. نعم وسيم جمال، تريد أن تستمع، ما هو رأيك ديورا؟ ها؟ ديورا تكلم أم شوفي واحد لم يتكلم؟ نعم، أحسن. في فون ديكلاراسيون. تفضل.